نتمنى نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل المحتوى المنخفض الجودة على تطبيقكم فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على آخر الأخبار. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حدد من الانتشارات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المحتوى منخفض الجودة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.